سيد محمود عبد الحافظ مشرف اللحام بإدارة هندسة سكب هنا. ده العمل بتاعي. أساس الوظيفة فني أول صيانة سكة وتجديدات. اتدربت مع الخبراء الألمان من 87 لغاية 89 وحصلت على دورة مهندسين مناطق في سنة 96، وكنت الأول في آخر دورة تذكيرية لمشرفين فرق اللحام على مستوى الهيئة مع تدريب وردان. مشكلة إيه؟ المشكلة اللي حصلت إن أنا قدمت في 13/9/2015 تقرير للمهندس حمد علي أحمد رئيس قسم إنا سفاجة، والمهندس إيهاب أسعد توفيق مدير إدارة هندسة سكة في إنا. حذرت إن في عيوب في السكة من بلوك 1 جنة لغاية بلوك 3 جنة. من شأن هذه العيوب إن هي ممكن تعمل ضرر للوحدات المتحركة على السكة الحديد، يعني أي قطر ممكن يحصل فيه حادثة. بعد 2 شهر مريت على السكة تاني، يعني أنا مداوم المرور، فحصل إن أنا مثلا إيه جيت في 14/11 مريت تاني على السكة تاني، لقيت برضو العيوب زي ما هي، وفي حالة تفاقم للعيوب، لأن العيوب الموجودة على السكة مع تكرار مسير القطارات بصفة يومية وبأحمال مختلفة طرات الركاب وطرات البضاعة والحاجات دي كلها، لازم بيحصل تغييرات في السكة. إن ما كانش فيه صيانة مستمرة اليومية للسكة الحديد بيحصل طبعا خلخلة في القياسات بتاعت السكة. أشرت في بلوك 2 جنة يوم 14/11 الساعة 12 الظهر إن في خلل في السكة من بلوك 2 جنة لغاية بلوك 3 جنة، وحذرت احتمال حدوث حوادث لوحدات متحركة سواء قطر بضاعة قطر ركاب أي قطر. المهم جه المهندس كلف 2 عمال، واحد مفتش دريسة واحد ملاحظ دريسة، أشروا على البلوك في البلوك ورا التأشيرة بتاعتي، بينفوا التأشيرة بيقولوا إن السكة أمنة وخالية من العيوب، واتهموني إن أنا بتعمد تعطيل مسير القطارات. ما اكتفوش بكده، دول راحوا الاثنين برضو بتعليمات من المهندسين اتهموني في محضر رسمي في شرطة نقل المواصلات محطة هنا في المحضر رقم 4/521 أحوال اسم شرطة محطة هنا، إن أنا بتعمد تعطيل مسير القطارات وأن لا حق ليا في المرور على السكة ولا الحرارة. إيه اللي أكد كلام حضرتك؟ المحضر اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو 4/521. إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده إن في نفس اليوم بالليل، يعني أشرت الساعة 12 الظهر الساعة 1:30 بالليل، تأشر من الأستاذ رئيس قسم المحطات الزحمة أحمد عبد الستار بوقوع الجرار رقم 2437 على أحد الأماكن اللي أنا حذرت منها اللي هو المفتاح 34/35. المفتاح دوت قلب التقاطع بتاعه، قلب التقاطع تحت منه قرمة خشب فيه اتساع في الخشب.